لكم الزوج الاول ان شاء الله البنات كامل اللي راكم تبعوا في قناه ميليسا كاهنه ايلين تكونوا بخير، وان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم في احسن الاحوال. هذا الفيديو اللي قلت نتقاسمها معكم اللي فيها اون روسيت وفيها خرجه للناس يعني اللي يحبوا ينحوا على خاطرهم، على بالي كاين بزاف اللي ما راهمش يخرجوا. وديروا في بالكم بلي حتى انا راني كيفكم، يعني الخرجه راهي تصح لي ساعه على ساعه. المهم هنا كيما راكم تشوفوا السميد تاعي سميد متوسط، كيما شفتوا نحيت منه هذه حبه فلفل قناع وتخبات لي الداخل. كيما قلت لكم من قبل درت لكم الطريقه كيفاش ديروا باش السميد تاعكم ما يغسلكمش مع السخانه هذه. الوغ سميد متوسط سمو الموين درت له الملح على حسب الكميه تاعكم، وعندي كاس تاع الماء عمرت نصه بالماء الزهر ونصه بالماء، اكيد راح نزيد الماء من بعدها. وهذا كاس فيه نص سمن ونص زيت، يعني باش لوغو تاعنا يجي شباب. اللي ما عندهاش سمن ماشي مشكل تقدر دير مارغرين، واللي ما عندهاش تقدر دير حتى الزيت. المهم المنتقبه تاع الزمن تجي غير بالزيت، وتقدروا تخلطوا لها كيما قلت لكم نص يا سمن يا مارغرين. ومن بعد نبسسها بيان، ندخل فيها هذاك الدم ونبدا نلمها بالماء والماء الزهر. هذاك الماء الزهر راهو اضافه يعني باش يعطي لها ريحه شابه ويعطيها بنه. ما عندكش ما زهر تقدري ديري الماء عادي. ونبدا نلم العجينه تاعي تاع المنتقبه. البنات المنتقبه اللي درتها معكم من قبل عملتكم منتقبه تقليديه تاع الزيت اللي تجي مبسه بالزيت، عندها يعني مده طويله، تلقاوها في القناه على كل حال. وكاين انا درت لكم وصفه تاع المنتقبه ولا المبسس اللي يجي بالسمن تاعنا، تجي روعه، تجي بالسمن والزبده، جيت انا انغو مانيفيك يجي روعه. وكاينه حتى المبسس يعني التقليدي القبايلي تاع ناس تيزي وزو اللي دارت لكم ما بين ماغ اللي هي يعني تعتبر سبيسياليست فيه. المهم هاد الوصفه تاع المبسس كامل اللي حبيتو يخرج لكم اكتبوا في اليوتيوب ميليسا كاهنه مبسس يخرج لكم. الوغ لميت لاباط تاعي وخليتها يعني قسمه برك نقي لو بلون دو ترافاي فوالا رغيوه، باسكو يعني باش نهيئوا لو بلون دو ترافاي يكون ضيف. رغيوه خفيفه وجوزت عليه نشفته مليح وعليك قطرات تاع جافيل باش يعني نمسح مليح لو بلون دو ترافاي. جوزت مليح باش يعني باش ما تقولوش علاه ما كيش تخدمي على لوحه ولا. انا نحب نخدم على لو بلون دو ترافاي دو بريفيرونس نربح. كيما راكو تشوفوا انا ما نحبش نكثر لي زارتيك دو ديكور، ولا نحب يكون لو بلون دو ترافاي تاعي فارغ هكذا باش يجيني ساهل في التنقيه. يعني كي نحب نقي ما هكا حتى حاجه ديرونجيني. فوالا وحطيت المقله حطيت فيها شويه زيت وخليته يسخن على نار قليله لو طون اللي نروح نوجد المنتقبه تاعي. هنا فرشت كيس بلاستيكي باش نقدر نسهل عليا هاد العمليه. حطيت العجينه فوقه ونزيد دوكا نغطيه ونفتح كامل الكسره تاعي تاع المنتقبه. هاد المنتقبه اللي يعني بزاف نحبوها مع قهوه حليب، واليوم ان شاء الله راني نخدم فيها واش نقول لكم بالزربه بالزربه، لانه حبيت نديرها ونديها معنا للبحر. البنات اليوم كانت خرجه تاع البحر، كان الحال سخون ايونا ديسيدي على البنات نروحوا للبحر. لهذا والله غير البنات يدهم في الكعبه وانا يدي في المنتقبه، وراكم تعرفوا قهوه حليب ودرت لاتاي ورحنا للبحر. قلنا اليوم نستقهواو في البحر، وحنا كيما قلت لكم من قبل كي نروحوا نروحوا يعني ما نروحوش بكري، نروحوا يعني شويه في نهايه الظهيره باش يعني تقريبا مع العصر باش نقعدوا له حتى المغرب. فوالا وكل واحد كيفاش يستر البحر، كان يحب يبكر الصباح كان يحب يروح، يعني كل واحد وظروفه. انا كنت قلت لكم قبل اللي عندها بيبي دو بريفيرونس ما تروحش بكري. فوالا والقعده البحر مع المغرب يعني بيناتنا عندها واحد لو شارم. واش نقول لكم انا كونسيب ما نوضش من هذيك البلاصه، نطلق روحي ونستغل القعده ويعجبني الحال ونحس براحه ونخرج التعب تاعي لتما. على بالي كاين بزاف اللي كيما انا، وكيما راكم تشوفوا قطعت منتقبه هاي ليك وطريقه يعني مانيش حنقول لكم حاجه جديده لانه ما كان حتى حاجه جديده فيها، هي وصفه بسيطه تقليديه ما كانش ما تعرفش ديرها. ونطيبوها في الزيت، كاين منتقبه المبسس يطيب في الطاجين وكاين يطيب في الزيت. هذه يعني طريقه يعني مغايره. كاين انا جي ماركي كاين يعسلوها
جو بون صحاب الغرب يعسلوه، حنا عندنا ما نعسلوهاش، وكل واحد كيفاش يعني طريقته. حنا نحبوها هكا مع قهوة وحليب، يعني حاجة لا يعلى عليها. المهم نطيبها هكذا كيما راكم تشوفوا، وواش نقولكم، يد فيها كيما قلت لكم، ويد مع قهوة حليب، ويد مع لاتاي، ويد في الكعبة سرابت. يعني الخرجة للبحر بيناتنا يعني كاين غير لا مامو اللي يعني تتعب فيها شوية، مي معليش كي تشوف يعني ولادها في البحر يعوموا، معليش يروح لها هذاك التعب هذا، يعني كامل على جال ماما. فوالا، وكما راكم تشوفوا نحوها ونحطوها سور بابي ابسوربون. بون على بالي ما قطعتهاش شابه بزاف، قلت لكم كنت مزروبه بزاف. ومع هذا قلت نحط لا كاميرا باش نتقاسم مع حبيباتي اللي يحبوا القناه ويحبوا اي حاجه نحطها يعني يستناوها. صدقوني يعني كاين ناس يقولوا لي نهار اللي ما نحطش يقولوا لي سجلتي غياب، ويقولوا لي ماذا بينا تحطي الفيديو، ويعني رانا نستناوك. هذا الشيء يشرفني، ونقول لكم يعني ربي يدوم المحبه ما بيناتنا. حتى انا يعني عدت ما نقدرش نحط حاجه، حتى واذا كان يعني كنت درتها من قبل، نقول على سبيل التذكير. كما اليوم راح نذكركم بوصفه المتقبه، على بالي في التعليقات احيانا بزاف يقولوا لي فكرتينا فيها، بلا كنت ناسينها. يعني هي تعتبر وصفه سهله، تقدروا يعني تريحوا بيان كوم الفو، ومن بعد شويه قبل العصر دخلوا كوزينه ووجدوها وديروا تشربوا بها قهوه حليب، والله العظيم غير بنتها وحدها هاي لك. شوفوها كيفاش جات، هي ما فيهاش اسرار. السر تاعها يعني هي تحب السميد يكون متوسط، ما يكون لا رقيق لا خشن، باش ما تفتت لكم شي. كان خشن راح تفتت لكم. هذا ما كان، وكما راكم تشوفوا جات حميمه، راه جات دوري وجات بنينه صدقوني. هاي اللي تشوفوا هذا المرسو الصغير اللي قاعد لي في الاخر، قلت كاين حليه لهم، لاني كنت شاده لا كاميرا قلت حلو، ما قدرتش سخونه رمعتها. تمتم شتوك فاش رمعتها. هاي اللي دوك انا حليتها، سي فري كانت سخونه بزاف، جيست باش تشوفوها كيفاش تجي لداخل. على بالي شاهدكم، ودوك الشاطرات كامل ينوضوا يديروها، ما كاش بلو فاسيل يعني كو سا. حاجه تمتم تلميها وتحطي زيت سخون، تحطي تستعملوا هذيك اسمه ساشي بلاستيك باش يسهلكم كيفاش تحلوها، تقطعوها طيبوها، والله غير في نص ساعه تكون واجده في الطابله، وتستقهوا بها وتقولوا يعني بصحة ولهنا. واش نقولكم، المهم ما نطوش عليكم الهضره، ساعات نلقى روحي غير نهضر برك. المهم هنا في الخرجه كي رحنا لابلاج، هاي لي كنتكم راهي راكبه ومعايا ايلين. اللي سقساوني جاوني اسئله، والله غير يعني على بالي كاين حيقولوا اسئله بسيطه، ولكن في الحقيقه ما كاش يعني اي واحد يطرح لك سؤال الا وهذا شيء يعني شغله. قولي لنا كيفاش راكي تخرجي ايلين، واش من وقت. انا يعني نقول لكم بلي لا مامون ان دو ساكريفي، يعني جا لو بيبي تاعها. علاش؟ باسكو سي اون بيريود لي تفوت. في السخانه ما نخرج بزاف، وكي نخرج نخرج هكذا من العصر الفوق. ولو بيبي تاعكم يعني كان لحق لي سؤال، قالوا لي كيفاش تركبيها من اللور؟ لا بيان سور، لو بيبي تاعكم تحطوه في اللوندو من زيرو حتى لسيموا اللوندو، من سيموا الفوق تقدروا ديروا له سياج اوتو، ولا مامون لازم تكون اكوتي. يعني لا مامون سي اون بيغ تجوزها تركب من اللور مع البيبي تاعها، باش الا قدر الله كش ما رد الحليب ولا بدا يبكي يحب يرضع، ولا لا مامون تكون قدامه. يعني ماشي شاك فوا تحبس تهبط من الفاتور ولا. هادو اسئله على بالي يعني الناس اللي طرحوهم لي بينو روحهم، وان شاء الله يبان يعني الجواب يكون تلقاوه. هاي لك شوفوا هنا، والله راني مانيش عارفه، ما نعرفش نفيلمي بالتليفون. فينالمون شديت الكاميرا ما على باليش كيفاش خرجت من قلبه، مع انه يعني حبيت ما نطيحش في نفس المشكل. على كل حال يعني ما طريق ما كان حتى حاجه، يعني حبيت نصور لكم طريق نسقم مع الناس اللي يحبوا يشوفوا الطريق. مي بون والله ماني عارفه كيفاش خرجت لي كيما هكذا. على حسب شوف انا عاد ممكن نخرج معايا الكاميرا، باسكو ما عرفتش كيفاش نخدم بالتليفون، دائما ليماج تجيني مدوره. المهم لحقنا البحر كما راكم تشوفوا البنات، وكان يعني كل شيء ما شاء الله، وقعدنا فيه حتى نهايه المغرب حتى لكوشي سولي، واستقهوينا وكانت هذه يعني، وشربنا لاتاي. وش نقولكم، كان يوم شباب بزاف
باش نبدلو هكذا. ونتمنى ان شاء الله ان تكون لا فيديو تاع اليوم عجبتكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ودرتها سبيسيالمون للناس اللي راهم قاعدين في الدار ما يخرجوش ولا ما خرجوش ولا ما حلفهمش لحد. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاع اليوم، واستغلوا مليح في اخر فيديو المنظر تاع غروب الشمس لكوشي سولي اللي نموت عليه. تلافي روحتكم البنات، الى بروشين ان شاء الله، وسلام سلام.